الإمام المحقق ناصر السنة شهاب الدين عبد الرحمن ابن إسماعيل عبد الرحمن ابن إسماعيل ابن إبراهيم محدث شام المعروف بأبي شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث وعن كسو جري رسالة أهيد الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة كساب سنيد شركيات كفريات كردعة برشدي حلقة أي وجوه الشيخ النوليد إسلام كشيغان إيسي إيو شيخ سو شيغي إنو أرورين دون أقواش ينقوش علماء مذاهب تأفرتا كتر سن كساب سن موضوع أسقا كتاب كنا محور كيسو إنتا سكند الوريغة هيا ولبا خاصة وعن صوت المانا شركيات كفريات كخسية شرك العبادة أو شرك الألوهية والإلهية أي شيخ كهل دونا وحاود بي مرك النقل من أئمة الحنفية كصابسا وحنا سهر مريي كلام الشافعية مرك فصل كان وقب قبو في أقوال الحنفية والشافعية وحنا شيخ ومن كلام الشافعية شافعية هذا القضاء وحاكم ذا كصابسا إن روح إسلام كشيغان إيا شهاتين ككل واقعية تكن إيا صوم إيا صلاة وشرك إيا قالما كل عكره إيا والمالكية كلا مالكية ذا إذا ما قران في الهاية مرك ماشين القدرة والصواب والنسخ ذا قاركود بقدرة هاية ومن كلام الشافعية والمالكية وحاكم ذا ما قاله الإمام إمام كحول المحقق تحقيجي علمك علمك السوق هي دران دران هاي ناصر السنة سنة أجر جاري شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل إبراهيم محدث الشام شام محدث كيدي أها وأنا مؤرخ فقادة واوين الشافعية الغتريا مجتهدين تأه وحكوا الغتريا محدثي الشام وحكتر سنة مؤرخين الشام خاصة مؤرخين سنة قرن اللحاد يتضبط بقى المعروف لو يقان كعام بحي بأبي شامة في كتاب الباعث وحكيري على إنكار البدع والحوادث وكتاب مقعي كتاب كسر الويق أن الباعث على إنكار البدع والحوادث صفحة أما بق اللباطني أفراد بصدى كويد هذا الكيسون وحاوي ومن هذا وحاكم مدى شركيات كأي بدع على دعي أباها إلا إنكرام الذي ذا لغه ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد ومواضع مخصوصة في كل بلد إذن كوحان فليا نسخ دين وحكب اللبان ومواضع مخصوصة هذا الهراء كبقى عن نصد قاركو ذي قرها يعني مهم جدا وكتابك أصل كان كجرة ومن هذا حوادث يبدع رضعي وحاكمي ذا أباهن إن لقوهر تقول لبابي ما شيء باكمي ذا قد عم أباهي الابتلاء امتحان كان لسكو امتحان بي أسقى يعني فدنو باهذي يبلايا دعضي أمد لقو امتحاني باجرته ومن تزين الشيطان شيطان كقرحين تيساء محوق قرحية للعامة عامة وحوق قرحية تخليق الحيطان دربيها إن عذر لمريه تخليق ومن الخلوق وعذر كل وحنا نجرو ودربية ذا يقبور تي عذر حدا يوحي مرمرن هيان عذر يوحي تجون أي كتشي ذا هيان مرمرن هيان يا والعمد تيرده تيرك تير وين أي مركز بركة يسنا هيان أي مركز لدع هيان عذر يوحي دون مرمرن هيان يا ومواضع جوبا مخصوصة جونية يا أماكن يا بقع جونية أي يكون كل فنها يعني في مرنها يا تخليق كاس يا عذر كاس يا أنس كاس يا فوحة كوش يدين هي في كل بلد بلد كاستا ما ها وح جوني دمشق خصية أما شام خصية وارول كوردم بيدوني دادت كجوجا مسلمين تشجعنا إن بدنا وكملة وح عصي سميان بوري في كل بلد يحكي وشجع يلهم أيجا وح وشجع حاكن أي ينقل لهم ناقلوي الحاكي هو الناقل والمعبر عن الشيء وحوشيغا يا انه اسق راى انه اركي نين حاكا اسك ايمان نين بادي انشار اركي ما هو اركت غوب هبل هلا بركيس هلكا هلا فريس ما هي نين ولي اكو دوغان او كخبالان جيدكا اسغا جيد بركيس وين نينك هرسدا حنون دون دون بو كعافي ماذا ايش روحي كعبا حتى وكبركوب هيا وحدونا لا شيغا هيا انه راى انه اركي في منامي ورديس او كو اركي بها غوبتا ايدا مواضيع داسي أحد دنبو كؤرك ومن من شهر أو شهر بالصلاح ذلك كعام بحي لقو عام بحي إنو وناكسين أولياء دي علماء دي يصول حد لما دي كهر ينين كميدو عانا ذلك يقانان أي أرنها يهيب الكاسو كحبالين
يا والولاية إلهي جعيل يا لك عبسي كعام بحي إلهي وقع لك دكتي فيحافظون عامضوا حي إلى الهيا عليها على المواضيع قوبه الله إشاري أما الله قرر يوضي بيدول قوري جسن هيا مع تضييعهم أيقو هاللي يؤرمي فرائض الله سبحانه وتعالى إلهي واجبات كسية محمو هاي فرائجي سي وسننه سننتي إلهي الدينتي سننتي دي واجبات كذبا وابا إلهيين ميل بين كقدعين ومع ذلك أماكن مخصوصة أي فريسان أيان أي بركة كرجينية ويظنون وحي ملايين أيان والكلام ما زال لأبي شامة وحي مذه أيان أنهم أيهم متقربون إن ألا أدوان أيان بذلك أرنك أسقع يما إلها أيضا أين لبركة يستول فريست ثم إنت كذب يتجاوزون ويتلاب أيان ويدافع أن ذلك فرق يمحو يتعظيم يدافع أيان إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم. مركر وحي المشي الله بركة نمولي أكتشوغي الله سلام هلقا قدوا هذا باي أهيد واقد دنبا وحابا انت هوشو قدبته أيا قلبك ودو حاكو وينان أيا أما كنت أنا بركة خاصة لذا إلى أن يعظم إلى وينادو وقع تلك الأماكن أما كنت أسي دعيتان كايد على قلبك ودو قلبك هذا يقول كويل ليسا مكان بك هذا عيسا ويكو وينان إيسا في قلوب من قلوب العامة عمل قلوب تدوحا كوينان رتبة يا عظمة يا درجين تا يا قدرين تا أماكن تا أيضا فيعظمونها مركز وينين يان ويرجون وحي رجين الشفاء بوكس إني بوكس بوكس دي عافمات بوغر رجين يان لمرضاهم كو ولا حنوس مش هالجي عرها الله قصو قادو بيها الله قصمي نوانا غنادي مركانو بيولو اللي تجي جري قبور تودادها العابد هم أوثان وقبر ووثن يعبد من دون الله وطواغيد يا أصنام من دون الله إلا عابد الجروي هذي أيقو وداديهم مشكو حبا الله أيسن هو شر لك أهين طواغيد أرن مينو لأن من شرط الطاغي وحاكمه أن يرضى بذلك الفعل وحال قصة مين يعبادة لغير الله يا شركيات كاس مخو روح رال لك هاي أما أودوني أما عصدي أما أودر دارمي أما أوصلمي أيا طاغي ليدا ذا لكن وصنم يا وثن أوثان تعبد من دون الله بيا هاي ودادوه طيب قبور تضيب على قدكتي مرك عيد بلغ سوق اجري بيولو عرى لغ سوق اجري عرى سمك تدخل لو قيبن سيدي به زمزم كلو قيبشن جري ايا لوق الى يومنا هذا وحا باقي كا ويرجون الشفاء عافماد يا بوكسد اي كرجين لمرضاهم من تلك الاماكن يا وقضاء حوائجهم يا دنتد ان لو غدو نيمكن مراد لهلكاس وتغايا مراد كسبا لوغو دايا بالنذر اي بالشرط لها ان قبورتي يا اماكنتي يا اوليد مشي كو حبا ليد ايا نذر لغا سوغل هيا طيب ما دنبا لها اسلانتي با كو دلي ويدي جيلي با ترمي واي علاد با تكبخي ويدي فقري يا شيدني ما دبدا كو دغتاي او كا هاديب ويدي با هولها سو دنبا اناد بكورتا فقري تورتا مربتو جبسه شيخ عبد القادر اوتك شيخ اويس اوتك شيخ محي الدين علي أوتك شيخ محمود نور حسين أوتك شيخ علي بارك الله أوتك أو كاسا شيخ سمتر أوتك أو بارك الله أوتك شيخ أباد ريال كاسا دير آد شرط كسوغل شيخ هو شهادة إيقا هردون عافمات هلو أو إلهي إبارك يحالي دهي دي ببالي نانكو قورعه طيب وحالي ده هالوين طيب وعذران ديقا هيا وقضاء حوائجهم بالندر والندر قربة وعباد أهوى شرك يكفر بالله العظيم وهي أماكن تاس هي محوائي قوبها لتقها هي بركة لقسوها هي بين عيون وشجر وحائط وحجر انت النوعي كقايب سنتا بشيخ بشابتها المقدس انت قوبة الله بركة يستيقى الله تقو هي وحاوية ما بين عيون إلا يسكن تحت الله إلا بيو دردر أو لقعب هي عيال الله تقو هي وشجر قيد الله بركة يستو هي وحائط دربي طيب هي وحجر رقح مليال رجح وين أمليا الأعياء الله بركة سنايا وهي وفي مدينة دمشق عاصمة سوريا هذا قرن إسحاق صانها الله تعالى إلى كإلى ليدبي باب مواضع بكويا لبر الشيخ مقالد الشيخ جوجي بكاه الله يا جوبا كويا لمتعددة فربنا أو ترجع لي كعوينة الحمى اللي يروي محوا يقان رضا لسكجا محوا لسكجا محوا لقى بركة سنجري عوينة الحمى بلو يقانا إليرو مركز دردرة وصعوتي أهيدو بياء مركز روح أبوكا أما كاركو هيا أما يقنردو أي هيسو أيا لغو داوين جري لغين جري والله بركيزان هيا
خارج باب توما يعني الباب كتوما لو يقان بنان كذا كتالا قوبتي كتالا ما شيخ كوشيغايا وحا كمده ومن ذلك العمود تيربا كمده المخلق عذر كولا لمريي داخل باب الصغير كويالا اثناء الباب باب الصغير لو يقان دمشق كويالا مركا لغا سو قالو غوديهيسا تير كويالو اصلا لا بركيستا جيرو لو اسكو دجيو سيده ملتزمكي يا حجر الاسود كل لوغو دغي جيري لوغو دغو وحا كلو كمده والشجر اليابسه يا جيد قالن وقت دغب ميل يا لوي خارج باب النصر واسغن كو يالا باب النصر بنانكيسا ابواب ثاني وحوش الامام بشط المقدس كو شي كتاب كو شيخ واغوي اسو واغابي اصل ان لودن جيري ابواب تن وابواب تو سميه كتغي نبي الله سليمان ابواب قديمه ومغادو لهيد ولغا سو غلي جيري دمشق اد بو ريساي مخو هايي إن كستوي بعيدي واجد ما بابلك هدي من لنوليي هذانا وأبواب لشيوخ في التاريخ القديم إن كسجود من صنع نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. سكستوى نقطة الباب ده سيكوت الله والشجرة اليابسة. جيت كإن جم باكم إذا خارج باب النصر كوي الله في نفس قارعة الطريق وضد برتن كده كوي الله وضد باب النصر الصوغشة برتن كده كوي الله قارعة الطريق وضد برتن كده ماشي القصة عضوي الطريق وضد قارعنا و. ماشي عقتو يا ادم كو دعاوي الا مره سهل الله والله فوضي قطعها جيد كانجان واخ غويه واجتثاثها يروح كف فجيه من اصلها اصل كده جريده اسبي خيدده جيدكو هدي لو غوين او ففا لا ياباي وخيده او بخيه طيب هذا اسغا قد انجاني واخا وي شيخ وا كو حناقسن ياهي جيدكا اسغا ايا عيلكا هيا الى غيرك لو شرغي يلهي دعاء الله با كاقبلي ابو شامه المقدسي نوبا لتركيزه كعلى علي كما في تراجمه جيدهان وحيابهان لبري هي إلهان يودن إن شركي هين وقع على علي ابن تيمية أنت بعكت مريي دعاء أبي شامة المقدسي هي دعاء يحيى النو محوها هاي وإله كبريي بعد محوها هاي وحن كير وحن كبرين بعد قرن وهدي اللي قصوا بالله أبي شامة لا شديسي هدي كلا كبا يربى وده أبي شامة نورب كسو قاري ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ابن تيمية ولا بجيرة مالها ما فرجيرة أيود لن تيا بشامة المقدس لح بقول لحنا يشان تقريبا ابن تيمية لح بقول لحنا يكود مالها لشان فلا في الهيا المهم وحير كدبا شغل الإسلام مركو حوج يستأود يا شحر بضم بنتو مالا كعشي يا وحود أصنامتي نو كقلي وابي شامة كقلي بين صوك لبحة هنا هنا كيرا حال ما يما نقد يس دولة دولة مركو جوجو صباح حر كنتن وكحيستي فاس وين وقات فاس إبراهيم الخيل عليه الصلاة والسلام وقال والله كعي أرور بين تاي قالت بيوحنا ربنا بقول خلا جيت كي يا بسدي عمود كي مخلقة كل دول خيل جيت ولا بشيخ حلو متك استانا إني بلا بهاي ضل عبسان إيسا أنا وحي قال أمرك هذا تاني النبض قبه يدون كنا يقول ضيدا دول كعرض دوها لقدر جي دبا لكن قيب اللي سون ولي شيطان هذا جوجا مرتد كأنه سير نسير جاه قيبه دبوا صع أساسي وأمن كان باقية سهل الله وألها سهل قطعها قطع تلك الأماكن والأشجار واجتثاثها إن لقسيبه ولقب حيو من أصل حيد كذي فما أشبهها محاوقك شبضا أما كنت يا مواضيع للعابد أما الله بركيسه بذات أنواط أنواط ذات أنواط تي وحل سور الجري طيب أنواط هو من النوط نوط هو التعليق وحل ور الشيء ما الله صار وحل قال الله تعالى هذا مرك جيدة وحي عربت لهان جرين أي بركيستان وصنات كمري مادان وكوالا بريان وسيفها يا ورمها السودان ومرك ورنك يا سيفتا ما شاء الله سوري بركو قال هيا هذا تقول لين هيا وحبوا جوين هيا اساسا امن سنايين كونفر امنك وحكي جري جدا وعاصا وقبائل كاركوت اسكوتا كان سنت كيما مر اسكوتا كان حول اللغو قالوا قران اللغو اخريو لا بركيستون لا تغو جيت جونو مغعابا باجرا طيب جيد لو جري باجر انا وان لهين على مسار لي هذا كو اول جري اسغونا ميلو دحايس عيل بردي يو غدي ميلو دحايس كو اول جري على مسار با لي هذا قلي ان ريو فتا ادو غرانيا في لها يا مركا نين ول بشرت بوكا وا جيد لبي اوها لبي وين بو اهاي ادو كا بخايو ميل دوشا كو يال مركا لفها حقيقه لو خيره ول قلك ويلكا لو سو خيره هيا هوونيده دله ويدي باشاد كا غليسا اوديغا خيو موتور كو كدمي با اسنا شرد كا غلا هيا إنكو جيلو أتر مواي بعشرات كجلا هيا جيتكو حطومر سوا وقفة هيا بقى وح لف كتا جنتا أنا على كتا كل لما ودقاق لا يجيتكو جيتكو إنه دمه أيو كوس جن هيا وحاصر تقريبا بقول كيلو أو لف يا حرق يا على يا مرال ولا جيه
سجاشن يا أفرتي بولادي اتحاد كجبين تيسو مريد بيارك إنه يذات أنوار طبي قبسيين قد كواق يناي مركا إنه جبتو رمادي مدن وقت تجين روك كدن بيا دايب وسكف في أبو بحيبة لبك عليهم بيبك قاعد ينقيس كمشي الدجا يوحيد وكاس وأولي إلهي ويبا موهابية أخوان بع أنا وجيت كنا كرهي مرض مو بصيف في أصون ميل قارين بال بحية لقى بحية علبة لسار جري واجد دم بين لبس أنا كدي بهذا صوم أنا صوم وسيد ليع هاي انتي قبتين أي جبين بهذا نحيد ده وسيبين ديب دم بها صوف في دمالو كنا تري إلى أمن كان وحان كل حسوس تايو والله بدو قويس إيرك مش هدقة هاي جيت كسكلا هاي يقوليه جبي أو أبنا قويس كله أسكو هاي استنقرت وتاعن تاي أو جيت كأد قويسين مكتس بحية زو عليا لأسكو هاي استايو قدم بيس المهم هو ملك استوى لقيه لايا ملك استوى حاسي واجرا هوشا سمرك وحب أنت وقت اللي قب حيو فما أشبهها محاوقي كاش بدن جيدها يا دمشق دش يدك ويا الله بذات أنواط الوارد قصة أروت في الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق وصفيان بن عيينة عن الزهري عن سنان ابن أبي سنان عن أبو واقد الليثي قال صحابي وحوري خرجنا مع رسول الله رسول كلام الله حني صلوات ربي وسلامه عليه إلى حنين حنين بن لا أن سنة كستداد هجرة رواية حديثك أولية هي عند الطيالسي في مسنده كن أفر بقول صد أفرتني صدحنا كيمت وحاكوس كنا مع رسول الله بحنين ونحن حديث عهد بكفر رجع عصدي هوشان عصدنا وصحابتي لبضا كن أهيد مسلمة الفتح اللي يقاني صور على الدولان كأسقى خلال شهر أما أقل من شهر إسلام كأها رجع أنصار تأي مهاجرين قدما هوشان وقرن هيا شرك وصايا شرك وسوك لبكسدين أجو نمن هوشا كو عصب ووحبدا ولي أن فهن سنين طيب لكن إسلام كو أصحيحون لو شرحي أيا هوشي ولي وحون مركا عاداتك كقدم بيان خرجنا مع رسول الله رسول كلاب من الله بحني إلى حنين بان ما كان نقب حني وادي حنين بان لآذي وكان لقريش قريش نوحاوها شجرة جيد خضراء عقارا عظيمة وي يأتونها أي تقان كل سنة سنة كست أي تقان فيعلقون وحي كحر الجرين عليها على الشجرة سلاحهم هبك وضي كحر الجرين ويعكفون ويكون نقان جرين عندها عند الشجرة ويذبحون ووقوا رعجن لها أيضا درت تذبحوا ورعجن تبركا بها وتعظيما لها وفي رواية حديد كازهري ووريه محوها عن سنان أبي سنان وكوريه أصغنا وحاكسوغن رواية كمذا خرجنا مع النبي نبي محمد بن الله بحنا أن رعني قبل حنين أي جهة حنين حق حنين بن الرعني طيب وللمشركين مشركين تنا وحوها سدرة جيد قبأه جيد كويناء خضراء إنه قبأه بالغوش وجيد ودنبا أوزن هين يعكفون عليها يكون جادان مع المدول فرديان وينوطون أي كحران بها أيضا أسلحتهم بكل الله تشان وطريسة قدامو لي هاي ميل جنتوين وحلا سوره مركز الله سوره هيا والله هرسن هيا والله بركيسن يقال لها وحلو مجعابة ذات أنواط تي وحلا سوره جري أم وحلا قال الله جري بل أورنجري فمررنا وحان صوم مرة يوعدقا كي مركة قريش أي له في الجاهلية قبل الإسلام فمررنا وحان صوم مرة أنه وحنان أسيس عنا مكان كبحاني بسدرة جيد قبل صومر وجيده أن نقاني واجهر لبركاته وأكبا وأصنع روحسن فقلنا وحان يا رسول الله رسول كلاه وفي الرواية الأولى رواية هورين سوك حين وحاكسوغا وكانت تسمى ذات أنواط بل أورنجري جيدها نوع عاصو كلاه مقع عاصي قادن جرين فمررنا بشجرة بانو صومري عظيمة وين وخضراء عقارا ودقيا ويعلن له وننجاقين بأ فتنادينا وحن اسكغدا واقني من جنبتي الطريق وضدي دين عيد اسكغيرن والله سعودي موقتاي مركي لا سعودي لو قلقله هي واسو قيلد جيت كان واكي او كاله كاله هبلو هبلو ولا سوق القليل مركا انت اللي سوق بتي لا سوق يره وحاله جيت كان وحو واكو بركيشناي نبي انه كوتن ان لو علي مسار ومركاس لا بركيو فتنادينا من جنبتي الطريق ونحن نسير انا واسي سعنا الى حنين محل ليل مركا يا رسول الله رسول كلاهي اجعل لنا نويل ذات أنواط ذات أنواط مدوح الله سروه لقال الله سو سيفه سيفها أيه ورمها أيه قلب كدقالك الله سروه كما لهم لقريش والمشركين ذات أنواط
سيدا مركا قريش يدلك كلابا يقول هايين ذات أنواط مركا واعط سدين. فقال نبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله في رواية الترمذي في جامعه يكون لبكن هل بقول يسديدا سبحان الله إلهي باكن زهن شرك يا نقائس يا وحيابها صورنبا هذا إذا كصور بحي وحوي كما قال موسى كما قال قوم موسى لموسى قوم كم موسى سيدي النبي الله موسى وقلت له وكلا عطتين وحلم ذا وشبها اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وركي ساو طلابين إلهي بدبادي لقبت بادي في النادي يمحو غرق يدبكي فرعون با أيو حلسو استاجين با شرك إنا يكون دعان لا تركبن سانا من كان قبلكم قد يدنا يد علي بن أبي طالب بوحكو إذا يني يهودا وحيو لولي غير نمد إن كل يتعدد مسلمين تين مالنا نراك محاجر محاجر بوري وحيو رسالة النبي قول دنتي إذ حباشين إذن كون بورك يا هواسك يا عيد يا عرض فرينا أن كردوان دابين بعد كو خلافتين سياسة دي أو حاطر هذين منا أمير ومنكم أمير مركو علي وحيو لي أنا وحا نوى نظام سياسي أو نينك أمضان يا أقل ما أنو كان نقاشيني إذن كو صادت وقب حدين وبيجي يا بد إلى إذن تلابي لقوه نوء قيم باسريك يا شامبور لقوه نوء قيم باطرا اجعل لنا إله كما لهم آلهة إلهي جرجر كسي يجوش يسوع إذن مقطع قيان وعجيه إن أيدين بيها كلب حن بعض المشركين يشرك كل عذاب أنا أقول من مصايب كل عذاب وأنا بكدن تي وحالة حاجع صب قرفين يا بنا هم مركب مشرك يهودي أنا أقول سكوب ما مركب رمي شو سكتك بقولي مركب جروي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لا تركبنا نبي حول واحد فول إنسان ولا وطبق بنا إنسان سننا من كان قبلكم ذلك إذن كهر وضدوا ذي بعد قاعد دونتان السنة هنا وحلو جدا ورقم ذي حماوي وهذا وحيلي السنة هذه اللي هذا وطرق ذا إيا رقم ذا حون الدين كبحة إيا قال لماذا إيا شركيات كي إيا بدع لوي هذه السنة اللي جالسين كلا جدنا وودين كخير ك الله بدو واد نقدان الله بدو عكس وكوي ما دان وح قصبة معها ضد كلا جه الله إيا ودين كوحن حنا قال هذا ضبق قبان دونا معها مسلمين تورنا قيب مسلمين تكمدوا فسادي وقد تكون الأغلبية بقى الصاحقة أيها هوشا كل عدون تحديد كشداد من أوس الثق في بعد لا يحملن شرار هذه الأمة على من مضى قبلكم حذو القذة بالقذة طيال سبا سوسري أحمد وأنا حديث صحيح طيب نبي حلو أمة إذا أنت إذا خير كدرا الشرك بدن بلا يدا أي يهود يا النصارى يا قال ضبط لقن دونه أنت لكن أهل خير كهذا يراتي بنان كي كم راهيا أخرجه الإمام الترمذي بحديث كان سوسري بلفظ آخر ترمذ وحكوس وصاري لبكن هل بقول يسديت وكذلك النسائي في السنن الكبرى كوي طبنكن هل بقول سديت يشن وأحمد بن حنبل في المسند لباتن يكوكن سديت بقول سقاش يتضب وكذلك أبو حاتم البستي في صحيحه لحكن تضب بقول يلب حديث صحيح هوي والمعنى لفظ أن كان كائن بكوس وصار الإمام الترمذي والمعنى معنى الحديث نبا واحد الفاضة وشيخ الشيخي أنت بنطبراني بأسكله في معجمه الكبير وقال وحنا الترمذي هذا حديث حسن صحيح هو كما قال الترمذي في كتاب الفتن بكوك أنا حديث كان أسقاه مركا نبي صلى الله عليه وسلم وحيس كجشب بهاي قلها مسلمين حديث عهد بجاهلية وبكفرنا يوركي بنو إسرائيل نبي حيس كجشب بهاي حقا منا وسيلة من وسائل الشرك منا وقال لما عدوي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لمدماء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط سكباب معها لكن نبي حجدا منه ووصيلة منه وحقيقة الشرك لكن مجرد المشابهة إن المسلمين تو أي وعي كان أما شبهان حق الرقنك أي قال إيو ريبنو إسرائيل شبهان يدخل دمي مثلا أي نبي قد يدني لأن تشبيه أركان تزأفرت أهيد مشبهة يا مشبه به يا وجه الشبه يا أدو تشبيه وحي يا لي لذا سيدا درت مركا مشبهة يا مشبه به وجه الشبه كما سنه هذا مشبه وفعل كصحابة عطي الصحابة ومشبه مشبه به وحلو كيسين نبي وكشبه ورقن كي يعطي ريبن إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وجه الشبه ومركز الشرك أما إله لماذا اسكم مد معها لأن محوها الشرك هو أقوى في بني إسرائيل من الصحابة المحوها وحصدي
محونا بجديدية مركوة مجرد المشابه سيدا صنع عدي الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتاب اقتضاء سرد المستقبل حوح يكود عين شرك أكبر يكود عين شرك أكبر يكود عين. طيب مرة نو حتى كخلد رأيك قال أن واجرتي إلهي نقع في سبحانه وتعالى لكن محوي شرك أكبر إنه يكود عين ماشا كما عدو وحاكو عاد إنه يعطي وحلي ذات قيد لبركة يستو ويقول عطي النبي ويدين تشريعا نبي إنه جديه. طيب النبي جديه أفصح صحيح ويديستين مركب مجرد المشابهة ويحضن ووسيلة من وسائل الشرك وحيكون عين معها يربون وحقيقة الشرك والكفر بالله هذا هو سواء. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي وحوجدي أبو بكر الطرطوشي أصوغ من أئمة المالكية أصوغ الإمام قيمة بدون وحويا جبل له محمد ابن الوليد ابن محمد القرشي الفهري باللوية قانا ولد وحورد شأفر بقول يكون تنك جرده وحورد انتي شام بقول إلى باتنك جرده تقريبا إلى تضبات سنة ميلهاس أيوكو جريودي ومن أعيان علماء المالكية البارزين وان أصل كيسوانين أندلسية وأندلس كسو بربارة وكسو برتاس ونوينة يكسو تقول مشرق يمد إلى أمر عالم إسلامي ودن إلى حجاز مكة وتقي عراق شام مصر يمن وسمري واجد من حكود بيجي شام بمركة كفار كديكتي إلى واجد من يسوي إسكندرية إن إمام أبو قيام والله تقال لنا بدع على خرافات أيها كتب لنا اللي في من أعيان كتب حكم إذا سراج الملوك وقصة أسياء شرعية وحكم إذا كتاب أبو قيام بدون لو يقان الدعاء المأثور وآدابه في غاية النفاسة والحسن وحكم إذا التعليقة الكبرى في الخلافيات كتب دور ولي وحولي كتاب قيمة بدون رزقنا وكرة دي إحياء غزالي وكرة دي وكباب بأشي أنتم شيء إن خير بدن ومضوا شيء وسنة بالعزن ومضوا قد جاي ناو قيم بدن بها ومن شيوخ وكجرة من العرب القاضي شيوخ يسبو كتر سنية أصلاً وحشيخ وها أبي ولد الباجر هكذا لما يا شيوخ وها. قال الإمام أبو بكر طرزوش نكور الشافعي بأهادي من أئمة الشافعي المجتهدين إمام لبعض مالكي أصغن وحولي في كتاب الحوادث والبدع وحكويري صفحة صدن سديدات كتاب كأصغاء فانظروا رحمكم الله إيقبوا الله إذن حريستي أينما أرديس بالله الله يعني أصحاب بضن لو أطبع الله بوها مركو حولي إيقر رحمكم الله تعالى الله إذن حريست أينما وجدتم ميل الله ميشات كهشان سدرة قب قيد قبع أو شجرة أما قيد إسكعادة وكالي يقصدها الناس تدكو يوقصدان وآذان وبيكصدان ويعظمون أي وينين من شأن أي بنبونية قيد بركوي وقيد عافمة وقيد كان طيب ويرجون أي كرجيان البرء عافمات بقصد بقصد أي كرديان يبقصد شو يوشفاء من قبل من قبلها أي من جهتها وينوطون أي كحران ويكل الله شأن بها أي أسلحة قريه هذا يهبك هذا ويضربون عليها المسامير جمع مسمار مسابيرنا أي كرفتا وإن مسبار لقى قطن شو أي وحلا صورها يا هادي جيت قدو جيت ومية هي أما سبسبة أما مال وحلا صورة أن الله وإن مسبار لقلي زي الله صدو كتبان بلقى دي هاي ويضربون عليها المسامير مسامير أي كل الله يقول رفتا يا والخرقة طيب يا كريمو جمع خرقة مرضى يرتي الوحرة شرطك ومرية شرطك وي فهي جيت كاسي ذات أنواط وهي فقطع وقويب وذات أنواط هل قويب جيت كنوع عسى الله بابي جيت كصدق لكم بركة إستان أما دلحة بركة إستان أما قبر بركة إستان كل وين لا باب عشو ومظاهر تشرك وردن بأدون كلا دافيون. قلت هذا الكولي وحاوة أبي شامة المقدسي ولقد أعجبني وهي عجب بمعنى وحان أبو غيوي ونادي يا روش على إستي ما صنعه الشيخ وحو سميينينك إمامك أبو إسحاق الجبنياني لو يقان جبنياني جبنياني ونسبة إلى جبنة ما قالوا الشيخ جبنانا عفوا جبنانا ما قالوا دقان جري تولي ركوت على مغرب العربي كوت على لوي أبو إسحاق الجبنياني إنك وحكى لدين قرآن الجبنياني هذا معناه صحة جيم كباء كحكة نوم باحقة يا باحقة الجبنياني المالكي رحمه الله تعالى وحو سميه بان آدي ياد أقوب بقوي أحد الصالحين ذلك هو ناس ميت كميدو أهانين كاسي ببلاد أفريقية دولك افريقي لو يقان افريقيا وحال لون جري تونس يو مغرب يو دولك نو دنبا الجزائر بالاس لو رنج انكستو ما اصل كيزو اي تونس لهيت
في المئة الرابعة السنة كي بقولك أفراد بمعنى سنة كأفراد قرن أفراد هجرة الوجهة شيخ مجعيس إبراهيم ابن أحمد ابن علي ابن أسلم أبو إسحاق البكري بكر بن وائل كذا شوي قيس كذا شوي وعلى سكو وافقين يا أحد أئمة المسلمين وأولياء الله الصالحين الزاهد كان من أئمة الهدى والتقى والعلم والاجتهاد باتفاق العلماء في عصره يوحي كدم بيبا وإن أضقت إن الطوش إمام مالك وأصغى اللمدة في طبقتي قرن وأصغى النوران إلا لما سيئيه أما اللوسو دوي ما بجرين با إلا إلا بأ إمام وواون من أئمة المالكية ترجمة خاصة إيكا قرن كتب قونك ألفين سير كيسي علم كيسي أقون تيسي اجتهاد كيسي دعوة كيسي دلال كيسي أي كتاب قرن سيدا الإمام أبو القاسم البليدي كتاب قرن وكذلك الإمام أبو بكر المالكي كتاب قرن في سيرته وأخباره كان من أعلم الناس باختلاف العلماء ومن أعلم الناس بالتفسير أيوها إلى ويدا أبو الحسن القابسي وننعان الله يقن مئة المالكية ويدا الجبنياني إمام يقتدى به مثلا الرشي سؤال بل ويدي قاب وفتو أبو الحسن القابسي مركز ليلي سؤاشا وحان ويدنا أبو إسحاق الجبنياني وحون فتو ذا سيدا صفتو ذي حون فتو وان كلابتي الحق ما قال أبو إسحاق الجبنياني لأن أبا إسحاق وحول وحوي إمام يقتدى به. طيب نأخذ قيمة بضمبه حتى الإمام الزاهد المجتهد السلفي أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني يحول رجل طريق أبي إسحاق خالية لا يسلك أحد في الوقت طريق يمنهج أبو إسحاق قصعه وحق هذا كرا وذو قال وعظم عظم قادبور كل يجيب أقصع ذبور بمعنى وحكى الله ذلك سيوف سهادين علماء ماشي مرة يسقون ماشي مرة يه مرك آد بو أمان الجري واجد دنبا مرك أبو زيد ابن أبي زيد القيرواني وهذا ولد قال من بدع ده من جري وأهوشاسي وحور وحيا بها يدي رجل وحاكم ذو حال ليش شيء أبو إسحاق الجبنيان وإنه يدعو يمرك يحسسته مرك هذا وحول واعيدا قوني أبو روا جند من جنود الله دعاء أبي إسحاق الجبنياني يوثره على طريقتي وحكينا إن كل يرضى الله دجالا كبدع له كان مستجاب الدعوة منك لا أبو إسحاق الجبنياني بل إله واجد محكور زاقي تذكى قارك إن توفري إنه لا ننكاني ومضها لقى إلى ليو طريقي سوق هذا مرك معزلي باطني مرتد زنديق بكده من جري آدنا ودجال الله محوها قيمة بدون الزايد وعابدة أيوها تدبوا ويل برد علي تدبوا العلماء الزاهدين النقد أبا ودي سب قادة الله مركز سكر هذا إن ويل كذو هجاجة واسك هذا قتال لكن إلهي فضل يزو عندنا وما يحرح عنه طيب وحوك على العلم جري وهالخيس أولها الشيخ أبو إسحاق الجبنياني مركو ضدك وانين أيوه اتبع ولا تبتدع اتضع ولا ترتفع ومن ورع لم يتسع ساس أورنجري وضد النبي محمد يا الصحابة يا أهل الخير كقاد بدعانها الله يمنن اتضع هوس صدق هاس قاد قاد إنه كبير كيس لوين كجوجي متواضع زاهدا النقو ومن ورع نك حلال ميرتصمها لم يتسع في الدنيا نك حلال دون هيا باش ما ببل أرصدبور وان ببل أرصان هيا حق إنه ورع زاهدا أنا يسكيني مش طيب ترجم حافل أبو ليه في كتب التراجم المالكية لم أرها لغيره من أعيانه وأقرانه وحات ترجم حافل أو كل كتاب كلي ترتيب المدارك وتغريب المسالك مجلد ككوبات أفر بقرصدنا يستقال وحكولة ترجمة مختصرة والقش يجي خلاصة في كت وحي كتب توين كجر كتاب قال له يقنا الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لما فرحون المالكي مجلد ككوبال لبب قصدنا اللبو المهم نكاس وحون ولا سقاشن صن إمام كاس سقاشن صن عمريي وحون الجيريو صدح بقول لحدا يا سقالك هجرة ده حلي قاس الجيريو مركو وذات قدح قرن الرابع هي قرن الثالث بوضع قاله حقا لباطني الدوري صدق صنوح كله وكقاتي طيب حقا نوح كقاتي تقريبا وحكله دي اللحظة اللحظة اللي سقال صنو وكقاتي مركو من علماء القرن الرابع وعلماء القرن الثالث بكجرة لبضى أسبوا وضقلا إمام كاس محوسمي خلاصة هو إنتاس نكا ننسى للماء مركو هردعي محوهاي سابقين تي يهربح يده وحاوي وهاب يده وياه طيب ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبنياني المالكي رحمه الله تعالى أحد الصالحين ببلاد أفريقية في المائة الرابعة وحو سميبا آدي آذا نوب غيبور حكى عنه صاحبه الصالح صاحب كسوة ناكسنا يا حكسو قري الشيخ أبو إسحاق أبو عبد الله محمد بن أبي العباس المؤدب محمد بن أبي العباس المؤدب مؤدب كأصل وحلورنج النين كمعلن كأمده عروته وحبره
القرآن كبرى لكن واجد محو قاتي محو أبناء الملوك أسر محو هاي أسر كمحو هاي أثرية ما القبائل نضعه عرضوا إنك جونو حبر أدب كتابة يوم فصيح العربية يحبر إنك أصل لورنجري وحصوصها طيب أي مؤدب كلي هذا واجد من أوقاتي إنك إمامك أبو عبد الله الصالح وحوش أنه كان إلى جنبه وحارين عيسى أهانجد ومقال جبنيان جبنانة أما جبنيان كؤول الجري إلى جنب إلى جانب جانب إسحاق الجبنيان بلغها الله مقال ذو دقانا تولير بي أهيد وكبح صوتا كرنبا واجد دم وحال اللي هي علم قال محميشة دورك كجي لب كانوا مضى كلاتا كان دونها يا أبو ننكي مركا انتو علماء الاسلام قران وحكسو وايو انا بدا اسو ادانا وا مجنون بو احمق وي طيب علماء الحرمين العراق ملك علماء جوغان بور ام لكن شرك الله فهيغا با المسلمين كلا فغان هيا مغالدي مكو شيخ دغي مغالا عاين نقطي عاصمه قيروان بين لقديبه قيروان لو خيرين جري انتو اسو جوغي حق لو سو وريغي طيب علماء المالكيه خليغي سنما اسغا سو سلامين أكتوض حبك ما أهين لأنني إمام القيامة بدون الزهيد ولا جعلي يبوها ورعنا أه إسكونها يا أئمة المالكية ورنب رجع كدن بيبا إلا لدى قال لهم إلا باب أشو الباطنية دول العبيدية الباطنية نينك أوه الرية معارضة بها قريض أسوق جوبي إني أرق بها نينك مرهد الزهيد يا وحبا ضنبا أمه قاني عالمنا يا عابدنا يا وحبا ضنبا كلا فهمها يا أنه كان إلى جانب عين باكتالي تسمى الباكتالي ده حين أما دردر تسمى لغم مقعابه عين العافية ولا بحي إيش عافماتك يعني مقع بحيي شياطينوي كان عامة عامضو شيطان بهو شابر إبليس هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى بالي شجرة الخلد طيب زقوم بان لغا عبر جيد باسو نار كوية اللو جنة كوية اللو لغا حرم موجود النبي الله إبراهيم لودي النبي الله آدم لودي دي بحكم مقع إبليس على شجرة الخلد مقع بحنت إيك مقع بحنت كأن نفس هذا قال الله قال وحاليه جيسيني جيسيجي محو هاي أفريكا جيسيجي كا قليه واجي أفريكان كوي حرمة قدان يا مجدفاع هايين لا شقين مستعمرين تا رجرب فرنجي لا شقين يي ما جيسيال كأفريكا الأورنجري رجرب كبمبون هاي كبمبون هاي هذا نينك يا وقلا جيسي بالأورن هاي شيخ سلمان عودة وادا ودردي معه أي شيخ سلم أسامة وحكى شيء ووري مرايكن كجرا يزحده وما ننفلين عالم الإسلام إني جيسيال كجرا سيد سلمان وكلا جيسيال تذكر مرك وكاسة شيطان وحو ربنك اللي ما دو بمبونه مع قروحسن أو حافة سلامة أو الله يبطلق كرتال غزيني وإن بيات كل قضبات اللي خلقوا سيئة ويكنين لقاعدوا عين العافية كانت العامة عامد وحي عامد دونك ورقتي قد افتتنوا بها كوكو في النوبة جيت كإشاس بيكو في النوبة يأتونها وحي يقول إيمان جرين من الآفاق جهوين كإيا قبل الله إيا وضمد إيمان جرين من تعذر عليه النكاح قورك روحه قوات كذي قميسوبة إيا قبل قورسا ويدا ينينك الضوبن من الله نفبعه أيام حق أوكي إيمان جرين من الفق أو الولد أو من تعذر عليه الولد نينك أبط كوكجر هذا أبط هلي وايا أيو إيمان جري قال إنك وحورن جري مركز تعذر عليه النكاح أو الولد أمضوا بي إيجي إيسي قال إلى عين العافية فعظمت بها الفتنة يدكم حيدون قرية يا فتعرف الفتنة فعظمت بها الفتنة أنا إذا كفي عن فعظمت وحويناتي بها بعين العافية الفتنة بكويناتي بمعنى تيسان نقضوا لو فتنة بي نوال با ويكف النبي قال أبو عبد الله أما في النظا لقى جرنج الروح أسقى الروح مركو ماشي تو وحي بوهلا هي الوقوف في النين استرج بالي هذا ودجال أوكي عرق وطورا هي اللي باب مكاسة إذا ديك لوس علنا هي لكم أمر هي إنه صو صاروا وحي كجرة خير أما كنوز هي كيدا وسودين هي عرق ورنا هي بي روب كان هي مكاسة داء هي والدين تلا حبالي يا سمعت عرعر كي جمع باس تولي اللي حبالي بقول صوب بع وقال صوب حايا محان هاي ربي بات هاي الغوف في اثنين سرتي سنة محمد بابا فشل سلوات ربي وسلم عليه حول النبي صلى الله عليه وسلم الضماء أي الضم بحول دون هدان خوف سر الله بدي والدي أقول شيء إيه أنت بقول سنة كهر مثلا أنا واحد كده هدان أنت صو صاروا أي دهان ربي جاء وهي دجال رومي من رومي نسا ها الله مجانا بورن هاي الله كحين حقيقة جنوه إذا أبا واقون هبلاي صبح
وريب العضو محمد شو كوجر الزوبد فك فك وزوبها يا الله بده دقي ما كان يقولوا من نمغلا يسها هذا بد بعد يدوني إنما تقولي إلهي كرم كأبو رواك الرع قد يكون نقول هيا نبي حوار لباش إبل لباش شيطان وين نبي حبك الشكي لباش شيطان وين تصور بصورة والديه لباش شيطان اسكو صور اسكو كيسية ولا بدي وادش إلا الشياطين تتشكل طيب مرك مذا كذا لقلان هيا أي مقال كذي بس واقول مات إلا نينك أن أبيها مو أركي يهو يدي أما ولا وش كيسية وكائد حبها هيا قارك يسوع كيسينية ما كذا كي كوف إنه معين العافية قال أبو عبد الله أرضي يا أبو إسحاق وي فأنا في السحر أنا وحلي هرابتي أن مرة هي أنجو ذات الليلة تبيها بينها كم علي هراب ونسدم بقى إذ سمعت وحان مقلبه أنا وهرابتي جوا آذان أبو إسحاق نحوها أبو إسحاق بابو أسي آذان بحق عين العافية آذي فاسبو ديار صدي يقوم في ذي سوا بتقيبوا الدولي كل جبت دولي كل جبت دولوي مركزه كآدم صلاة الفجر بقى قبعة كرك هذا القاز كنت كذي مش طول إسكاهي إذ سمعت آذان أبي إسحاق نحوها أي نحو عين العافية عن كم قلي فخرجت وان بحيب مركن آذان كيسي صلاة إن آذان قر حسن بوها مركو قرآن كآخرنا هينا نغم لها بالي إن دبت تغنان كروايرا إلا وخر ساجدا روح وادع جري وإن آذو قيم بدون آذان كيسو حتى ذك قلبك لبي حجر إلهي بابركي فخرجت وان بحيب فوجدته وحان هليب لقد هدمها عين العافية سوق الدمية جبي جدي وأذن الصبح عليها وكد الآدم سلاد الفجر دش إذا كنت كذا ثم قال وحوري إلهي صبر يا قاتل اللهم إني هدمتها لك إلهي وأذن درتها بالود بعين العافية شرك يا بلاي يا فتن بمضوكك أنتي عقائد المسلمين بخربيسة فلا ترفع لها رأسا إلههم مرضا بإيشها الصبح بول مرضا بي يزن بي الليل هقوله أنا الدمي وأنكر كاري لقح عن كبعي وأن سمي إلههم مرضا بإيشها وسودين بوري أذن درتها الدمي مخلص صادقة فما رفع لها رأسه إلى الآن بوري إلى يومنا هذا إيش ولا وملك الدمبيس وأبا علي هاي لنبا بإله بري مجاب الدعوة شرك وباب إله بري حق الوارك هاي فما رفع لها لو مصو قال رأسا رأس عفو إلى الآن إلى يومنا هذا إله ودرت هذا الأدمي مرضا بإيش هاي أنا الأركي قلت ولي وحوت هذا الكأبو شامة المقدس بأي نصارا رحمة الله تعالى عليه عقود ما ياد أبو إسحاق حديثك أبي الهياج الأسدي من حديث علي علي يجيب على أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله أبي الهياج الأسدي ما نقدر رسول النبي يقدر يدري هذا كهر هذه تابعي ما نقدر رسول النبي يقدر أنا صحابي ومحال قدري نبي يقدر صلى الله عليه وسلم لا تدعى تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته انتظر عيدا كحيشته لحقا ما قدوش يدئي جباشة يجزيت العرب وحي قبري يتاقل يكدر قبورتك لسن على السنة والسلامة وحي صور أما طالع أيضا بابي أورولك بابي أور إبر كدي مركا وصحابي نكن إمامك أو شاس وحي مظاهر الشرك وسائل الشرك ذرائع الشرك وإن لا بابي إيوه وصوش هذا نبي الله آدم نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكيب باب شيء بل فعله كبيرهم هذا طيب فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم وإبر إبر لقاد يبوه أنت إني سقيم ولي بالله حي الله يستو محاربة معاي وهد وتدمير مظاهر الشرك أنت أوحي الله يستحيلات بنان بين الله كدقي ساكوبا بين وانا معاي فلان كذا كشو الله باب إيو ولا كذا تجيب نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يوالك هارون وحي جبين معاي عجلي يكون في دمر ابن إسرائيل ضب على قبضي لأنه حرقنا ثم لننسفنه في اليمن نصفا نبي الله محمد تحطيم بخصوص جميع الأوثان صدح بقول اللحدا أي مال يكب بي في مكة المكرمة كذب وكلا درع إذا مو صنم كستا يا طاغي كستا ماش الغش قال لود خالد بالودر عزة ذي الخلاصة جرير مع عبد الله البجلي بالودر كونتن فارس لود يبي مركز هذا صوب بابي حنا محمد فرضه كم في عيني دخل بدعي قري واسد إيد دعي فرس كمرك كعوان كفر ينابه أرضه نبي الله اللهم ثبته وهديه وهدي قلبه مالك وحي كدم بيا فرس كدو قال مركته او قال ما قال ميست او اسبو هولي تعلم وكل دقيقه كل صار نبي يقول دعي وسبب باب شيء صحابه نبي واقيبي او ثانت الا باب يو يا اصنامت يا قبورت لا بركيس يا جيدها لا بركيس كل وان لا باب شوي
عمر رضي الله تعالى عنه محو اسقو سمي جيد كي بيعه شجره لو غلاي مركه ددك قاركود او قصدي اني كو اكتو كذا ما بركشنا يدا لكن ما دام جيد هوسيس لا غار حلو صحابه ايهين او وحي كو سو دغاي او قيمه بدن بي صلاه كو اكتو كان جيرين انتو قبتي بو غويي بكاسو ولي برهاد كده قري دقن يقانا ومظاهر الشرك يا وصائش ودو حكينيا دانيال ميدكيسي مركه هيلين صحابته مركه العراق فورتيت وكي دور يطمن قبر انتي قدن هبينيمو يا ميد كميدو خوالين ترتيرو لا غران واي صحابه ولا يقانا يا انبياء يا رسل قابك ولا دغالمان استامها يا موقالده شركيغا اما كيني كرا غالمده يا شركيغا وين لا باباشو وقت لو بخيو قلت وحائري خير الله سيو ودادها سوما يو جوغا هوش يو استاغن وا هول لسوغاهي طيب ان بدنا لو باهنا ان لفوليو لكن ومنقبه يا مفخره الى ايغو اوكيديه وي اني بابيون لا دغالمان وداد كاستو لو حد غدبي او وخ لمودي جيري طيب اصلا لا دنباجين جيره دكن اي كو شرك الى اي او شرك يلي جيري قلت وحائري وادها من ذلك ارنت وحابا كدرن وحولي سيها الله يا ابو اسحاق ابو شامه المقدسي وأدهى من ذلك أرنك أوحى قدرا وأمر كان خرار وكسي لتا إن عين محوها عافية إيو العمود المخلق إيو هل كان أوحى كسي درا إقدامهم إقدام العامة عامود أنه كل دقاقين على قطع طريق السابلة وضد لما رها يي السابل وضد لما روى مصلو كذا إذا كو استعمالان وضد لما رها يي اللي استعمالها يي بي قويين قبل برتن كيسي بدقين بدي مش غاكو يا الى احد الابواب الثلاثه القديمه صدح الباب ان سوشا باب النصر باب الطومه يمحوها يا الباب كلمعوها ما غاب باب نظام راد طيب يا باب الصغير صدح الباب وي ودوينك ودي جليسي بور لبدا صدح الباب سو جليسي بي غويين با وهو الباب وهو الباب الشمالي بابك ولي با دنكا قلب وقويه اي با غويين oo maxay u gooyeen wado weyn oo dadku marahayay oo magaalada soo galeysay ibaba jareen ba caamadi ba jartay maxay u jareen dhakara lahum baadhu man la yuthaq bihi dadan lagu kalsoonayn oo diin la wayaal ah yaa waxay u sheegeen fi ahad shuhuri sanadi 36 wa 600 lihbqul sudani lihdi sanadki lihsudani lihad biisi bil kamida yaani wuxuu u sheegay dhakara lahum baadhu man la yuthaq bihi diinan wala shahadatan نما الوكل صونين لا عدالته ولا شهادة عن الوكل صونين يوحوش عامضة في أحد شهور السنة سنة كي صدي اللحاد بعد 600 بليه سمت كمذا وحوش أنه رائن وأركي مناما والرياكو أركي منام كاسو يقتضي كيني وأنا سيد أي قرآن وي أنا سيد أي دكان سيد أسوي ما هذين قديم ما هم كبدانو إنا هاسكواتي دونك إذن قصدك حيستا مناما بوارك يقتدي كينا أن ذلك المكان بوسك أسقع دفن اللغة آسي فيه بعض أهل البيت أهل البيت كنا محاق يباكم إلى كوحة باليهين إنت أوكيو كتغي ونقلق أبي شام ميشو كو قرراوي وقد أخبرني نمبا وحول وحان كر يوضي مكان كأسقع وضع برتن كيدا كويا إن أهل البيت كوحة باليه أهل البيت با كوحة بالي وركاز الله شري ويبدأ جنبه مسجد ببكر استنبا وضد الواب حرام طيبة وقد أخبرني عنه نك أصدق أن لقوك الصونة وحائجة ورمي ثقة نعم كوك الصونة أبي شام وحب فشل هيا نما كوك الصونة هي الدين تسلوك الصونة وحيش أنه اعترف له واجد دم بينه وقرطي واعترافي أنه افتعل ذلك أصور أنت أنه سميست بين عين وبين يبرا بغاندو عمدا ربنا الحقوق قد أصدق وحان أركي يوحان قريه من دمجران مش أنا وضب ناوي افتعل فقطعوا عامد وحي سميين وحي قويين طريق المارة فيه ذلك المرة وضع قادة هي بكجرين وجعلوا الباب كي بكامل قبي قبي كل قبي وحي كدقين أسلم مسجد مغصوب مسجد الله عيد وحب ماشي ومضى أول حيسة وضع هنا مسجد كده يسطو فريسة الله قال ممنوعوي مسجد دعوا البولية مسجد البولية قولوا البولية المغرب تري مسجد البولية ذي وقد كانت طريق وضد وحيبة أهيد واقهوري يضيق مد كعلي اليما أو كعلي اليما بسالكي كوا مرهي تلك مرهي وران بعيد كوا وضير بيادو عجلية مركز بسيدة جنب وابقوين فتضاعف وحال لبن لامي الضيق عجلية يو الحرج لبك المسلمين تعالى من دخل ومن خرج
روح الصوب بحاية مقالة كب بحاية يروح الجل يبا وأكون وضد بكو أكاد ضاعف الله والله الله من لابو الشيخ وهبار هيا عذاب من روح عذابك تسبب أصاب النقض في بناء بناء المسجد وضع إلا الرسول لحيو عدي كقيب قاتي عذابك الله والله من لابو الشيخ إلهي كأقبله وأجزل الله أب وينيه ثواب من الله وينيه ثواب من أعان على هدمه ابن تيمية هو شاكوكو ليشتي يا أرديس لولك الله سبحانه وحور أنبا مساعد كنا أسقى الدمي وأدوح لما أرديس بها الدمي سي المهم الشيخة كدن بي وأجزل ثواب من روح ثواب كان الله ويني أعانا كوكا المي أمضى على هدم هدم المسجد يوضد إلى الدمي يا وإزالتي إن مش لقزولي اتباعا راعتا للراعي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هدم مسجد الدرار مسجد الدرار إلا الدمي يبقى أصل مساجد حد قدب كالغو سميي أما الرياغ اللورد سي أما سي أن شرعي وافق سنين اللورد سي أصل كاللغة قياس طيان للحاقين هو مسجد الدرار وإلا الدمين هي صدا درت يدبى الإمام حارث المسكين المحدث شيخ أبي داود والنسائي وتلميذ محوايا عبد الله بن وهب أحمد إيه سفيان إيه نك إمامك أودن تيقرن محوايا صدحات لو بقول لك كنت كجرة عن عمر ناهز عن محوايا 95 يا سجاش شنس أنا كنت بعنا مركو وانين قرن الثاني والثالث حيوي حق حقوقات أفرتني شنس وحقوقات قرن اللبات قرن صدحان حقوقاتي كنت سنه سجاش شنس أنا كنت يا وحو أمر من قضاة مصر ومحدثيها الكبار بؤها بل أهل بدعة حرمين جري كأحمد بن أبدؤاد بحرمين جري رقا نيلا يقنوها وعند سنين عن كؤة حتى أهل بدعة أو معها أو تردقان وإنك أصقى إسكيل عليها وحو فتوى يحل وأصوى قادية كان مصر مثل لقدس أي مصر بنان كيسك القاهرة بنان كيدوكر لقدس معها إسكندرية بنان كيدوكر لقدس من الصحراء أو قبور نحضوض أي مسجد وين لقدس dadka qabuurta booqday ziyarta ku tukada ee inta ziyarada laga maqan yahay uu iska banaan yahay ruuxi socotay somara ku tukada xuru hala dumiyo amara bi hadmi masjid kana bayn qabuur xuru waa masjid dirar weesii suba tayib qadii ciyaad iyo furxuun al malik waxay dhan wahadama masjidan kana qad banahu khurasaniy bayn qabuur binaahiyat al muqatta fi sahara wa kana yujtamu fihi lil qiraati wal qisas wat ta'bir إن لو عبر قاته أو لسكوا عنيه أو قرآن كل واخر أوراد يجلاد كي مرة لو أفوفا لو طلق علي مرة لو قلت كذا عور إمام كان لسود دميو مسجد ما القبر لا لما أقول ممنوع وكان كريكو إنه يقول الله كلامه إنه واتقنان طيب كريكو إنه يقول الله ما لك ميت إن تنبع لو قلت كذا أنت كلا واسك حرانية كاو إن للدميو طيب مركب مسجد النوع عاصد أو مركب ودمين جنان سلفك لولك لا سمي جيرين ترجمه مسجد كان انه دميي ارن سوونه ثابت ان كان امام كاوي وحسو غير القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك وتقريب المسالك مجلد كوبا 392 كذلك ابن فرحون في الديباج مجلد كوبا 296 طيب ولي مركز ابن فرحون حقوق دري بقاضي با ائمه المالكيه بدون اسا كدنبيسي يو كوبا كو رئيس مسجد نوع عاد دمن جيرين وحي قبر لغد ليسو وحي قاب خلدن لو ديسو ان لا بابين هي الحافظ كثير تاريخ ليس حوادث سنة كي لباب بقول صدق اللح هجرة وحكوش يجي متوكل بالله على الله العباس أميركا إنه فري بهدم قبر الحسين علي بن طالب حسين بن علي بن طالب ودهم وحكو حبالين يعني معاي عراق بول قبر قال دور فري هلا الدميو طيب وما حولهم من المنازل والدور ونودي في الناس من وجد هنا بعد 3 أيام ذهبنا به إلى المطبق قبر ابو الدمية ولا الدمية عموما تاغرتي لو قال دي قبرك وقرن صدحات بلو يسوي هرانتيس طيب مركز وحلو وليبا ما كان دوكا لا سيناي صدح بريكد نينك لو اركا سو ميلها جوغا وحرنيا المحو هاي المطبق وسجن قوي كدك لو دبولان جينا ولا دبولاي اسا دمب طيب ولو كل عرري وأجمر على واي، ولي بقولي هو دواي اللي هرسن جاي الله بري جرو الدمي درسوين كيو مقامات كيو أهل الله يمشي فرسني يوم ببابي، طيب وحكاك دواء دم كل سمي ورقان سلف ويا قنن ويا وش عيدا، اليوم القرط برحمة الله تعالى عليه وحولي يا قبور تقر الله يسوي مرق الله يلا ديري إسكت دايل بركة يستي عمل عابد إسكت داي هو له هني وأما تعلية البناء الكثير
على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تفخيما وتعظيما، فذلك يهدم ويزال كهو إلا الدمية ولا باب إيوه كولا عابد كور مساكين وذلك الغشي سلفيين ونعن عيالا كم كمر مايين حركة شباب المجاهدين واجب كايو استاغته وحكى شيغايا هؤلاء مجرمين وعلى سكيلا كواس وحكى شيغ مايا ايغا اوباها الا دمي انت قبر الا دمي بكوانا اوباها الا دمي طيب ورو خلا ديو تفسير سمجل كتبنات صدح بقول سيديتن يكوب كغه الله شيخ الاسلام وحو اسو ليهي فهذه المساجد المبنيه على قبر الانبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين ازالتها اما بهدم او بغيره، وهذا مما لا اعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. قبورته لقد لسي بوري مساجد هاي لقد لقد حدثي اما اوليد قبر غوده اما انبياء قبورتودي دسمها نوع عاصو دنب وان لا بابيو لدوا واجب الا دوا واجب. طيب والله بابيو وح خلافنا مساله كما جرب اللهم من شذ وابتدع في الدين مويان اقتضاء صراط المستقيم بسدا كيد هذا. الامام ابن القيم صوح عليه في الاغاثه مكو كهل الابنيه والاضرحه المبنيه على القبور حكم الاسلام فيها دسمويون كان نوع عاص ودنبا حكم كود وحاوي ان تهدم كلها حتى تسوى بالارض، وهي اولى بالهدم من مسجد الضرار الا الدميه واجب حكم واساس وقبره اول دسبو كهل يا امامك مثل عاود كما الله كينو ويا جليب انو ويا ايو كما هلا كازو كازو نينكي دفاع وانا صغ مدح لقاده وي اسكب دا وعقلي هو شاسي هو العروس وين حلي خاصه انه كاد ان شاء الله تعالى قلت إيه وحا الله يا ولي ابي شابه المقدس بها الله هي فلم ينظر الشرع شرع موسى ايجن مسجد درا مكه لدومين هي الى كونه مسجدا لايج ما هي انه وح مسجد هي مسجد بعد دومينيسان لما ايجيو. طيب فلم يدر الشرع ما يجب الى كون مسجد موسى اجن وهدمه وانا دمي لما قرت قصد لولا قصد اسمه به بالمسجد الصوء حمان يورد هلاك يا بابا. وقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه ابدا ولقى كاها استاغا كوتكن لو اقول لك انه توكن ما بركي ما كي يدسون هابين بن محمد وحرمنا انا ثالث كسو توكتوس وبركوبي انزارنا مجلس كوكتي ما ضلوا كارتين هيا. طيب لمسجد أسس على التقوى مساجد لغو أساس لك عبسي من أول يوم مالك أهر رسالة أساسها يبا كان لي مالك أهر رسالة إن يدي سبق حي أهيد أمد اللي وكلا جيو إنه قبض إنه منافقين تا إنه يكون شيران أبو عمر الفاسق إن شام لغي رأي عراق. طيب هولها سيوتين يا أحق أن تقوم فيه. أسأل الله الكريم وحوليها الله يا إمام أبي شامة الله وين محاولتي سنة يا دقرة بدن. طيب قبت معافاته إلهي إنه نعافيه شرك يحق يكفر ونقع عافيه من كل ما يخالف رضاه وحكستو إلهي خلاف إله رديس وحكستو دين تكور مريه أما دين تكليته أما رأله وصر إله رأله كأين نقع بتباديه. وألا يجعلنا إله يونس نقع يلنبا ويتزم ممن أضله الله ذلك ألا دميي فاتخذه إله هواه وكي شيء إلهي نفس كي شيء هوديس هو الأنفس نفس وحي الدونيسو بإله كدك تهدي. فتأمل هذا الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الله يمر كان ايضا فتامل في رب رحمك الله الله كون حيستو حد دغتا في رسا كلام هذا الامام الشافعي امام كان شافعي كلام جزئين نجد غاين حنبل غاين في بالي يو تصريحه عدينت عدي فيري بان الذي تفعله العامه عامه وحيستمينيزو في زمان حلو شيخ جوغابي شام وقرنك تضبط من لحاله. طيب ومن تعظيم العمد تيرك الا وينياه يا وشجر الجيده الى عالم صارته يا والمواضع المخصوصه يا قبها خاص كان لدغول لدول غريسدا انه مثل فعل المشركين انه لم يديا وحاسو دنب مشركين تو وحي كسمين جيرين جيدهودي اصنامتودي بذات انواض فعل المشركين لم يديا هي بذات انواض اي كسمين جيرين. وكذلك وحاك لم يدود في رسا تصريح وكذلك انفنظروا تصريح ابي بكر طرطوشي اصنف فيري المالكي وكان اصور حوا من ائمه المالكيه في القرن الخامس قرن الشناد ائمه المالكيه دي محو جوغيب قرن الشناد لحاد بو شيخ ودخيه شناد بن ابن نصاص وشيخ وجده بان كل شجره جيز كستا ويقصدها الناس ودك يسو قصدان يسو اذان
ويعظمون أي وينيان من شأنها هوشي يا أرنك أي بمبونيان فهي الله في تركيضه ذات أنواط وي وأجيده لبركيسن جري سيفها لقال لادن جري وي وكذلك سدوك لا تأمل فيري ودوغو وكفي كربالي يشيخ لي ما فعله الشيخ أبو إسحاق المالكي أصنع هوش سمي بعين العافية ويقول عي ببلاد إفريقية في المئة الرابعة سنة قرن أفراد في هدمه دمدي سؤود دمي تلك العين التي تسمى عين العافية لقم عاب عين العافية لما قرت الراء الشيخ واركي الناس ضدك يقصدون أقصدها يتبركون بها بركي سنة يتبين لك وحاك وعدا أن الشرك قال لمضو أما قال له لو شرك يقوله قد حدث إنه سود الرئي كل حيمت في هذه الأمة أمضى النبي محمد من زمان قديم وهرب صوب اللوضي قرنك اللبات صدحات أفراد بصوب اللوضي حلو لكن عام بحي قرنك أفراد بوها وحانا عام بحي هوشان أيضو بنبونيي إن مشاهدة للرسو قبورت للرسو إله لو شرك يقوله كتب الله قول لدفاعه لمنك باطنية دي قرامطة دي عبيدين لورنجري هؤلاء المرتدون قل يا صاحب بالله بأد بنبونيي أخداء يا مخالفات شرع واجرين وحي انت كهرجي لكن شرك وحو طابق لي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة إنه قال الله إناي قرن الرابع بأقدر رأي وأنها العلم علمضنا رضي الله تعالى عنهم ينكرون ذلك أرنك إني إنكر جرين ديد جرين أشد الإنكار إنكرين مدى أقدر ويهدمون أيدمين جرين بدقران إيسا أدقان إيسا ما قدر وحي كران عليه دوش سمو مما كيك مدى يفتتن الناس بها تتكو في النوبان الحبال يقول في النوبان أما جيد هالنقضة أما إلغ القول إيسا هالنقضة إلغ القول إيسا لقع بلا مدى كحبا إلا ما أرمني ما يشان شركة بابا كسر بحي وح شركة كدرنا ولا مفسدة بعد الكفر مفسدة قال لما قدر إيه شركة مجره وصيلة حارانا وصيلة شركة بابا قدر إيه قال لما وحرم الله بابين هيا أئمة المالكية قدم آيه رتبة السبق يا أسكالي بدعة الله دقال كودا شركة الله دقال كودا ملايبتك لو كقف في عينه أئمة المالكية رقم وحيوية شين من قديم الزمان إن الله دقال من بدعة لأنه قابك مالك ولا دقال لما جريبا أدكا أرضون مكوة كودا يعطي مركب وليب علماء أندلس يأفر كذا وقوي جوج جريبا أوسي درا كتب خاصة كلي ويكالي فان بدعة واجد ما لقى قضي دايو فني يا إيجا أسكال الله تعالى لك بيع لي شركياتك يا خرافات كورنبا واجد دم بلا كنت لقى قاتب لقى بتسي ما كان يروح قاسي ولا قاقين ما لقى قرن واي واجد دم بقرن وحي ما بدي بقول سنة ودمس وأن هذا شركه إنه يهبك وعدا مما حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة صدح القرن الفضل قبلنا القرن الثاني القرن الثالث والثالث والأول إني وحي مدؤن يهي شرك إيو قال لي إيو أصنام للدفاع إيو جد الله على مصر تيو دول الله بركيسيو قبل دول فرستيو وحيابا إني جد الكي ما أدم بدوغان يسابه وأن ذلك شرك وإنه صنعين بدوغان ليس من الدين بيجمع العلم شرك يا وسائل جيزو دين يا بركة من نما إيشاد قال لي يا بختي ويوحلها المال ويجب وحكو واجب على من قدر على ذلك ننكي كرا إنه وحقق بتوشع يدع إزالة إنه زولي مظاهر الشرك وسائل الشرك أما كنت الله بركة يستو جيدها الله دول فرديو قبور تدار كوا لا عابد كوا الله بريو كوا الغضا واف كل إنه بابية واجب كوا فويل أيان ضر وحواتي أما وادع عذاب أما هوج يا أدا ينظر للأمراء إن من كطلس كي مسؤولين تاه يقول قضاة إن من كقضاة علماء القادرين كاريكر على إزالة الشرك وسائله يو النهي عنه مضى إن كريبان إذا لم يفعلوا سهد أيسن جين هذا يسن دمين ومضى أيسن كور يستاغن إنكار يا عذاب يهلك بكسو جين وتأمل وحد كله دو تاو في رسالة الشيخ كلام أبي شامة المقدسي في المسجد الذي بني على قارعة الطريق أبي شامة المقدسي أصلاً وحاط في هذا الكوكير من سادك اللي قدوا اللي زي وضدي يريده رامضك عيد كواهيد مسادك اللي قدوا اللي زي وضدي يريده كعيد كواهيد يو تمني يتمني قو تمني أما أوضاني أبي شامة المقدسي أقول له أبريي هدمه مسادك إلا دميو يو إزالة أدونك لنا فيه يو تشبيهه أكيتو شبيتانك كوشبه مسادك أصغى إياه مسجدك بمسجد الضرار مسجد المسلمين دشتين يحكوا شبه هاي مسجد اي منافقين دزين محل اسكغي شبه هاي كل ود بغرض فاسد الله يسوي غرض فاسده
يسأل شرعه وافق سنين بالله يسوين لباب أيه طيب مسائد الله يسمع أولياء إن لقوا بريه أما أي مشركين تسوق على ميستان أما أي هبين كوكو حضر ريال أما أي هوله كوكو أفوفتان وإن لباب أيه وهذا لقى قاضي كريم هذا إن قعدت لقى ورجين كريم أو الموحدين يا مخلصين أن لو دي بكري سنيين في عن ولا دمين هيا طيب مسائد أي ربودي ذا كديسان واوين بايبل كان دحيا له كتاب القرآن كان دحيا له محمد هاي تلمود كي أحد القديم له دحيا له يا واحد تورط كل شيء إيه هذا اللي وجدت كذا يوروب يا قلبي مساجد كوي الوين لا باب يو لو ما تنقر حرام وي اللي قلت كذا ويجران لأنه حكاية ترجمة مقصد حنا إن لسكسو دو وفرع كمدا من فروع تقارب الأديان وتوحيد الأديان يكتر جمية رغم كاسن اللوسمي وحال ربعين درينكو يحسسدو أي كاب بعضه مسائل يرو هل قلة رغم حكوت كان هي صلي بايا لي كتاب قرآن يتصبح بايا لا رغم حيا لا بايبل بايا لا أنا جيش رغم حيا لا توراة حكوا شيء قال النجم اليهودي بقى يا يلا نيجي يهود وسوق ولا صرح هيا مسلم بسوق ولا رقعتين بكتو كان هيا محمد هاي كريستن بسوق اللي هولي سبب الطابن هيا يبقتيس مسائل النوع عاصة ربوديها لقى فوري إيه سبتلا له وهو إلى عالم كوي الله ما من نوع اللي قلت كده صلاة اللي قلت كده أصح ما يسوى لسوعلي أو شاء هذا لقى ورقبه مسائل النوع عاصة ده مو إلى الله دقى على الله بعد إيوه طيب لأنه وحي وقدي جيسا وحنا شغل كل هاي بل الإمام الأوزاعي وحي لقى إنه إذا مس حلقة دقى الوجر الجهاد الوجره مسائل أمضى قيمين هاي كوف على كنت كت ريسوتي ريهبل ري شنستري ولا كلام مغنية كلها لسوق فلم مصابرها للدعو الباب كالواح وين تلقى بتاع الله مصباربه هل حرو هل المسجد هو وين مضها لسوق كيانو وهكو ذا تكذب سمر كدرين وسوق الرهال هل مر لوش مسلمين ما قلنا النفير النفير يا أخي الله اركبي لكن لباتن مسجد وتولكوا يا الله حق ورق حق ورق قول ما شعبك ورقلين مسائل ذكر قيبني عند الجهاد وإلا صويري وها لغصور لا مسجد هو وين لغصور لي وحبيان للدمين لكن هذا زوق وقفله طيب ما كان حرب دجال كب حنو أيام فرا ينال لغتو كان هي وحك الصوم مضى تفريقنا يا وين لغش قيا وهو شيء ذا أهل البدع يقوى هي ثانية كسر جهاد كسر جهاد وإلا الدمية بقى أما لغة قاضوات على أقل تقدير هل كان كي ما أنتم بدو كل جد قالوا نين كسر جهاد ديدا مسجد كوه هيو وإلا جو رجيو ويلير لودي بمر يا الله قول الله وآخرنا يلودي بوي طيب أما نوقف إلا أنت معاي أنا صفر بناين نقص مركب وضرب يخنجر خلفي أو معاي كل عاية في ظهور المجاهدين إنك وحول الله ودين ماي وتأمل أيضا كلام أبي شامة المقدس في المسجد الذي بني على قارعة الطريق وتمنيه هدمه وإزالته وتشبيهه إياه بمسجد الدرار وكان أبو شامة رحمه الله تعالى وحوها في أوائل القرن السابع قرن قطب أوائل شيسي أيوها أنقول هذا قرن جسد حتى منظمة مرة النابور وكسرنا لين إنك بالله بدعة كينتين ما أنك يجيني بقى الإسلام يا مسلمين تي علماء دي ما بكون دبنا وضنا لكن أنا وحنا قدر أود طيب توحيدكم فافين لكن سيف بان قدر يناوي توحيدكم ونوينا لكن مربى وأدي إنك وطلعي رأيك قادم ويا ولا ويا إلى ذر وفهم ويا مربى فهم هيا طيب ومعلوم وحال الأوجي هاي بالشيخ أن الأمر ترى المسلمين يفساد كودو يحد قدب كودو لا يزيد إلا شدة أمر الدنيا بلوجة أن الأمر أمر الدنيا والانحراف البشري لا يزيد إلا شدة وأنكسر الدرها يا كرسان ما يوحان كدر أهين أدونك وصيب بابي وصيب الزهادي يعني سيد عام كالله الله يا مال النسبة أو حلقة بأن التحصن أو كي ماده هذا ما وقفنا والله أعلم هذا الكاسي مركب وتعليق في عن من الشيخ الإمام المؤلف عبد الله هذا ما وقفنا عليه أنت وأنت دول استغنى بالشيخ من كلام الشافعية والحنفية والمالكية كلام الشافعي والحنفية والمالكية هذا الله هو أنه اللي أنت أنا كمذوي أما الحنفية نقول أنت كبدا بيليهن وهذا بلارا نينك دون يفافاين كصابسا أما الحنفية ماشي كتاقنايين قبورت إيوه أو ثانت إيوه جيدها دارير إيوه وحبا النوع عاسد دمنتو ذا ماشي كتاقنايين هم مراجع إيوه كتابك اللي هذا جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغاني باب كالسقالات مطلب كاللبات
وهاش قيمته قدام بيسوي كل لح بقول يصدم وح كذا بيه بحد قيم يا كجرة من نقول فربنا بكجرت هلا مراجعي. أما نقول شائم المالكي وحاكم إذا كتابك للمزايا فيما أحدث من البدع من البدع بأم الزوايا لمحمد بن عبد السلام بن عبد الله الناصري وصو قرن كن لبب قول يصدني دورك دنتي أصنا كتابك مهم جدا وي أئمة المالكية أرنتي وهابي كشك الشركي بيقول الشرك يقانين ومدن أقدر جيران الإمام أبو القاسم محمد بن علي بن محمد بن خجو ودنتي سقال بقول كنتني لحد جرادة وقبل أن تغلق الوهابية وي يا وحال ويدي ريم مغربي ريتو نسبة حدق الله هي مركب دون سميان دون وين بسميان هي مركب أنت ولي أن لفوين لا أديك سنين أن لا استعمالين أيا نيف لسوق بنا هي قال لك هي تفاؤلا مركز النيف قد يجي سلام ربنا هي نيف كيف الله كرين حرتي مساكين تلو العون اللي كد عيا مرك أمام السفينة الوجا ورعي ثم يلطخ السفينة بدمها دم الشاه بالغو مرنايا ولا ويدي بحال كور النيف كاساكا هيليكس ملعوني كرا محيسة هاي تفاؤلا ودوموي وحوري مرك امامكو مرك وش وكال لاي وحوري ذبح ما ذكرتم للسفينة من الذبائح وحاط شيكتي ان دونت اللوغو ورعو بدعة محرمة فاعلها ملعون وكذلك الساكتون عليهم مع القدرة على التغيير وكذلك ما ضاها ذلك من الذبح على رجل المريض وحال لم يدعون أنك سمي ملعونية حقنا شركة روحها هنون صدي نافك لغو صدقين هاي صمالي واتغا مدح سلوك ورعد أما لغيس أم من كان صمالي قال بيد آد بيقوب بانتهاي وحان فيلها يا كونفور إيم بلاك إن لم يتم فيلها يا قول لي روحها هنون صدي نافبا صدقاء وند الديلن محوان الله عمل كان وحر نوع عاصة محوان هاي سبين سالين تمدو مد قواب كمدو والله سوقبان لوها لو غوري على غات تلابسي ما قاعد تلابس كتاب صلى ورنا يا ولا ولا سمين جري سو قرن ميزان سو لما قرن ولاس طيب زقلي دياق غور عند بنتي ما لغا يبا ايدكم طيب وكذلك ما ضاها ذلك من الذبح على رجل المريض ولاساس البيت سدو كل غوري اساس كسم كلا دغه هي لجيح هي لو غور عدي بلو داديا انا تقانا مويه طيب تانا واجرتا او للعمار جنك دغن مل بسودقي نفا لغورعي او يالو اذا ما داري هنا دارينا محاجره جنك ميرها دغنبا ود هلينا وحور او على عين خيف عليها ان تغور اما الا لغا بقى اني غدوي باباده يا حين يا عيل با لغا بينو غرو نفا لغا بي ديغس لغا داي بتعب لغو له وما اشبه ذلك مما يفعل شركا وقرنجي تبنات اما سغالات بوشو زاليه لا يؤكل ذلك وان واكله لأنه شرك داخل تحت قوله تعالى أو فسق أهل لغير الله نص على ذلك أبو الحسن الصغير في الذكاء النوازل الصغرى لوزان كفيري مجلد كوبات صدح بقول طواني سديد وكذلك قاله أبو العباس أحمد علي الزقاق ودنتي أصنع صغير بقول صدر الكودي نوازل التسول بهذا الكجرة نقلا عن الفتاوى الفقهية في أهم القضايا لليوبي صفحة صدح بقول صدح إذن أئمة المالكية نقول هذا بضم بيليه وكذلك الحنفية كوسا بسن وحي وهابي شركه وطقان انه شركي هي او قال لما يودين تلقى قبحي واجبنا ايه ان الله دغالمو هذا بالله توفيق.